والنبي يا اخويا هي فساتين البنات جت ولا لسه؟ لسه يا حاجه، يومين ثلاثه ان شاء الله هتيجي. او النبي يا اخويا، لحسن الفساتين كانت جميله، ده البت بيتي فرحت بيهم قوي. ربنا يخليها لي، يومين وهتلاقيهم. ماشي. بقول لك يا طه، عندي لك حته فكره. احنا نكلم إليتا ونخليها تبعت لنا هدوم مستعمله من هناك، اكيد هتبقى رخيصه ونعرف نجيب منها كميات كبيره، واكيد حالتها هتبقى احسن من الملابس المستعمله اللي هنا. ايه ده؟ طب والله فكره حلوه، ازاي ما خطرتش على بالي؟ صح، وكمان هتبقى موديلات جديده، يعني هتربي زبون بسرعه. كلمي ليتا واتفقي معاها انت على طول. اتفضل. بس سلمي لي عليها وقولي لها ان انا جاي لها قريب. حاضر. بعدين تعالي هنا، ما تاخديش على مشمي كده. هي اللي بتقري فتحتها بتحلو قوي كده ولا ايه؟ بس يا طه. ماشي. انا كنت عايزه اقول لك حاجه ثانيه. قولي. رشاد عدى عليا في الاتليه، بيقول انه جاي يراضيني يعني ويحل المشاكل اللي بينا. بيقول انه اشترى دكان جديد وعايز يشاركك فيه، حتى المفروض انه بعتني اتوسط له عندك. انا مش فاهم هو فيه النهارده، السوق كله عايز يشاركني فجاه، اشمعنى يعني النهارده؟ سيبك منه، ولو جالك تاني قولي له لو عايز حاجه يجي لي بنفسي يقولها لي. براحتك اللي تشوفه، انا بس بقول تكسبه في صفك يا ضه، ممكن تحمي أهل السوق منه. اسمع له، مش هتخسر حاجة. نبقى نشوف. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.